عملية الفيمتو ليزك من أحدث عمليات تصحيح الإبصار في العالم دلوقتي، هي الإيرا اللي طالعة في تصحيح الإبصار. عملية الفيمتو ليزك بنستخدم نوعين من الليزر. النوع الأول بيستخدم لعمل الفلاب اللي احنا بنشيلها وبعد كده بننزل الليزر اللي هو مستخدم في تصحيح النظر، فده معناه ان مفيش اي عنصر ميكانيكال بيلمس العين نهائيا، كله بيتم بالليزر، سواء تجهيز الطبقة السطحية او الليزر المستخدم في تصحيح الابصار، الاثنين بيتم بالليزر. فعشان كده بتبقى دقة العملية عالية جدا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، امان العملية فيما بعد بيبقى تقريبا اعلى امان في عمليات تصحيح الابصار. نمرة تلاتة، نسبة الجفاف اللي بيحصل بعد عمليات تصحيح الابصار اللي هي الليزك كله بصورة عامة بيبقى في حالات الفيمتو ليزك قليل جدا، وما بيبقاش يضايق العيان بالصورة اللي في بقية العمليات. كان معاكم دكتور محمد عز الدين، استشاري طب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحة العيون، مستشفى نور الحياة. شكراً.